وفي الشأن الخدمي، نظم عدد من ساكني مجمع تينا وسط الناصرية وقفة احتجاجية ضد تحويل الأراضي الخضراء إلى استثمار واستمرار عمليات قضم مناطق المجمع لصالح بعض المتنفذين. المحتجون ناشدوا رئيس الوزراء الالتفات إليهم وتوجيه الجهات المعنية والقائمة على المجمع الإسراع بتسليمهم سندات التمليك لمنازلهم وعدم المماطلة بها. نتابع. ساكنو مجمع الحضارات السكني المعروف باسم مجمع تينا في محافظة ذيقار مدينة الناصرية، وهم أساتذة وموظفو جامعة ذيقار خرجوا بمظاهرة واستغاثة عاجلة إلى دولة السيد رئيس الوزراء لإنقاذهم من التجاوزات الحصيلة الكثيرة التي تحصل لهم، وخاصة بعد التجاوز على المنطقة الخضراء التي تعد متنفسا لهم وللمدينة بأكملها. الآن تم التجاوز عليها كما تلاحظون. نطالب بإلغاء التعاقدات والموافقات التي منحت لمن قام بالتجاوز على هذه المساحات الخضراء، ونطالب بإكمال سندات التمليك للمستفيدين في أصحاب الوحدات السكنية التي تأخرت سنوات متلاحقة، ونحن نعلم أن الموافقات من بغداد قد أكملت والإجراء هنا في ذيقار وفي دوائر ذيقار، فندعو إلى التدخل من أجل إكمالها.